أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. إذن في ملفنا الأول للنقاش سنتحدث عن إعلان رئيس المحكمة الدستورية عن قبول 3 ملفات لمترشحين تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 من شهر سبتمبر، وممثلين في كل من عبد المجيد تبون والسيد يوسف أوشيش وعبد العالي حسانية. إذن للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور موسى بودهان أستاذ في القانون الدستوري. مرحبا بك سيدي فاضل. مرحبا أستاذ إيمان، شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة، أحييك وأحيي كافة مشاهدي قناة الحياة أينما كانوا وحيثما يجدوا. شكرا على اختياركم لهذا الموضوع اللي هو في الحقيقة موضوع الحدث. نعم. وشكرا لك لتلبية هذه الدعوة. نعم. إذن في البداية قراءة في النتائج الأولية للمرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية. أستاذة ينبغي أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية اليوم بقرارها هذا وباعتمادها للقائمة الرسمية والنهائية للمترشحين للاستحقاق الانتخاب المقرر يوم 7 سبتمبر من هذه السنة 2024 تكون قد فصلت فصلا نهائيا، تكون قد أزالت تلك التخمينات وتلك يعني فصلت اليوم وفصلها فصل يعني وقودها فصل رسمي ونهائي، وقرارها ملزم لجميع السلطات والهيئات الإدارية والقضائية، وقرارها ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقرارها لا يقبل أي طعن من طعون مهما كانت طبيعتها، ولا يمكن أن نلجأ إلى أي جهة أخرى مهما كانت طبيعتها. نعم، الآن اتضحت الأمور والمترشحون هم على النحو الذي ذكرتمهم، هم السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والسيد عبد العالي عبد العالي حسني عن حركة حمص، وأوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية. لاحظي أن ثمة حزبين ممثلين أو ممثلين يترشحا عن هذين الحزبين. أعيد، حزب حركة حماس وحزب جبهة القوى الاشتراكية إلى جانب سي عبد المجيد تبون كمترشح حر. بارك الله فيك. ولاحظي أن ثمة نوع من التوازن، يعني أحرار مستقلين في هذه الانتخابات يمثلهم السيد عبد المجيد تبون، وأحزاب يمثلها كل من أوشيش يوسف و السيد حسن. نعم، السيد عبد العالي حسن. إذن الآن بعد أن اتضحت الرؤية إن صح التعبير أمام الناخبين أمام الجزائريين، علينا أن من الآن أن نحكم معايير موضوعية، مقاييس عملية، نختار الشخص الأكفأ والأصلح والأفيد للمجتمع للدولة برمتها، نختار البرنامج كذلك الذي يخدم هذا الشعب، ونختار أيضا أصحاب التجارب أصحاب الخبرات. نعم. أصحاب يعني الذين سيقدمون فعلا وحقيقة للشعب الجزائري إضافات وبكلامنا هذا أستاذة لا ينبغي لأي كان أن يفهم بأنني أنا مع هذا المترشح أو مع ذاك، أنا أستاذ جامعي ولابد أن أكون مستقل وموضوعي. وإن كانت الاستقلالية والموضوعية في مثل هذه الانتخابات من الصعب جدا أن نحققها، ولكن عموما أنا أميل إلى المقاييس والمعايير الموضوعية التي ينبغي أن نختار على أساسها، أن نختار على ضوئها من هو الأصل المترشح الأكفأ الأصلح ذي الخبرة ذي التجربة صاحب البرنامج الذي يخدم الوطن ويخدم الدولة الجزائرية برمتها، يعني شعبا وحكومة وأفراد ومؤسسات وهيئات وتنظيمات وجمعيات ومواطن. نعود إلى المحكمة الدستورية والتي قررت اليوم، تحدثت عن قبول 4 ملفات شكلا ورفضتها من حيث المضمون، بالإضافة إلى عدم قبول طعن شكلا لوروده خارج الأجال ربما قانونيا. لماذا لا تقبل المحكمة الدستورية الطعن كشكل وترفضه كموضوع؟
الإجابة ستكون طويلة ولكن سأحاول اختصار. نعم أستاذة، المحكمة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمحاكم بصفة عامة ترفض الدعوة من حيث الشكل إذا لم تكن مثلا في الآجال المحددة. هذه الدعوة من هذا أو طبيعة قضية من هذا النوع تستحق الرفض من حيث الشكل بلا ما ندخلوا في الموضوع بلا ما نفتحوا الملف. يعني من حيث الشكل إذا وردت القضية خارج الأجل المحددة التي حددها الدستور أو حدد القانون، ونحن نتحدث عن الرئاسية مثلا، الطعن الذي رفض ملفه أو عفوا طلبه أو طعنه على الأصح شكلاً من طرف المحكمة الدستورية أنه ورد يعني بعد 48 ساعة، لأن هذه المدة حددتها المادة 252 من القانون العضوي الناظم الانتخابات، وهو الامر 2101 المعدل المتمم المتعلق بالنظام الانتخابي. نعم، العمل بالقوانين. نعم، واضحه قوانين واضحه. يعني مع الاسف يعني هذا الطاعن او هذا الذي قدم طعن خارج الاجل، والله اتساءل يعني لماذا يعني لم يقدم طعنه في الوقت المحدد وكان امامه 48 ساعة؟ يعني لماذا يختار هذا سؤال يعني بيبقى للمستقبل يعني حتى نحتاط، لان الاجال بالمناسبه الاجال القانونيه من النظام العام لا يمكن لاي كان ان يخالف احكام النظام العام، خاصه ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وما ادراك ما انتخاب. بارك الله فيك. اما بالنسبه للاخوان الاخرين الذين طعنوا وطعونهم رفضت من حيث المضمون، قبلت في الشكل لأنها وردت في الأجال، لأنها توفرت فيها الشروط التي يتطلبها المشرع فوقعت في الأجل المطلوبة قانونا، ولكنها من حيث المضمون من حيث المحتوى رفضتها المحكمة الدستورية، وللمحكمة الدستورية السلطة الكاملة السلطة التقديرية. معناتها شكلا هي ذهبت في الوقت المحدد في الأجال المحددة. هل هذا الأجال المحددة يعني هو بعريضة مؤسسة بعريضة وفقا لما تنص عليه المادة المواد من 56 إلى 59 من النظام المحدد لعمل وسير المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 56. يعني هناك عريضة لابد أن تؤسس وتودع لدى أمانة الضبط المحكمة الدستورية، وطبعا يقع فحص هذه العريضة وأن توزع على مقرر أو أكثر، ويدرس المقرر طبعا يدير دراسة لهذه العريضة ويعد تقرير بذلك كما يعد مشروع قرار. إذن المسألة يعني المحكمة الدستورية قبلت هذه الطعون الأربعة ومن حيث الشكل، ولكنها رفضتها من حيث المضمون أو من حيث المحتوى. لماذا رفضت المحكمة الدستورية هذه الترشيحات إن صح التعبير أو هذه الطعون مرة أخرى؟ لابد أن نركز على المصطلحات. لأن الاستمارات مثلا، وقد أشار السيد عبر بالحاج رئيس المحكمة الدستورية إلا أن ثمة استمارات مع الأسف الشديد استمارات فارغة يعني ولا يمكن أن نمارس التغليط مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومع المحكمة الدستورية، لأن هذه الملفات تعالج من أولها إلى آخرها بالاستمارات بالوثائق بالتصريحات بالتعهدات. نعم. بكل حتى كل شيء. ذكر رئيس المحكمة الدستورية أن كل هذه التفاصيل تفاصيل العملية ستنشر بالتفصيل في الجريدة الرسمية للجمهورية. نعم. نعم، وحسن ما فعل وضح للرأي العام بأن المحكمة الدستورية لما ترفض طعن شخص ما أو مترشح ما فإنها لا ترفضه من أجل الرفض. نعم. ترفضه لأنه لا يستوفي الشروط اللازمة، الشروط المحددة. نعم. في المادة 87 من الدستور. نعم. لابد أن نعود إليها 87 أقول. والشروط الأخرى المحددة في المواد من 249 إلى 254. 200 مثلا 249 تتحدث عن قائمة طويلة وعريضة. نعم. من الوثائق ومن التصريحات يعني مجموعة كبيرة، علينا أن نعود إلى هذه المادة. والمادة 250 على ما أعتقد تتحدث عن ضرورة إيداع كفالة مبلغها من ناحية المالية 25 مليون، هذا أيضا. نعم. لابد أن نتأكد منه. وبالنسبة للمادة 251 أن يودع ملف
الترشح لدى السلطة الوطنية للمستقبل الانتخابات في الآجال التي الآجال التي حددها المرسوم الرئاسي 24-182 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، والمدة هي 40 يوم من تاريخ من هذا التاريخ. فإذا لاحظ أن الأمور مضبوطة من ناحية القانونية، من ناحية الدستورية قبل ومن ناحية القانونية. أقول بالنسبة للمادة مثلا 252 تتعلق بإبلاغ يعني السلطة الوطنية المستقلة تقوم بإبلاغ المحكمة الدستورية في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة من خلال آخر قرار أصدرته. ويعني لما قلت تبلغ المحكمة الدستورية ليس فقط بالقرارات التي أصدرتها، وإنما بكل المرافقات بكل الملفات بكل التصريحات الخاصة بالراغبين في الترشح. أستاذ أبو دهان، قبل نشر هذه العملية فيما يخص الملفات الثلاثة المقبولة للترشيح للانتخابات الرئاسية، ربما هل ستكون هناك طعون أخرى من طرف طعن ثاني مرة أخرى من طرف هؤلاء؟ يعني هل ممكن أن يكون طعن بعدها إعلان المحكمة الدستورية لقبول ثلاث ملفات يعني بعد فصل في العملية؟ إيمان، والله لابد أن أشكرك على السؤال القيم، هذا السؤال الهادف الدقيق والدستوري والقانوني في آن واحد. نعم، لقد سمعنا بعض الإخوان وحتى بعض المتخصصين في القانون يطرحون هذه المسألة، قال هل يمكن الآن للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم طعونهم على مستوى المحكمة السورية هل بإمكانهم يطعنوا أمام القضاء، سواء قضاء عادي أو الإداري أو لست أدري أي قضاء يقصدونه؟ نقول لهؤلاء جميعا، ولا كما يقول ما نحطش روحي يعني راني نفهم خير منهم ولا أبدا، ولكن الناحية القانونية أنت تفصل في القانون في القانون. أستاذ، لم أجد بصراحة لا في الدستور ولا في القانون وخاصة القانون العضوي والناظم الانتخابات ما يوحي حتى مجرد إيحاء بأن ثمة إمكانية للطعن في قرارات المحكمة السورية، بل وجدت أن قرارات المحكمة السورية بات نهائية قاطعة لا تقبل أي طعن من طعون وملزمة. الأكثر من هذا أنها قرارات ملزمة لكل السلطات الإدارية والقضائية وكل السلطات العمومية بالجميع. إذن لاحظي أن 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 المشرع لم يترك وحتى المؤسس السوري لم يترك أي ثغرة في هذا المجال. قد عالج المؤسس السوري والمشرع عالج هذه المسألة يعني معالجة دقيقة دستورية وقانونية، معالجة يعني لا 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 غبار عليها كما يقال. إذن مع الأسف الشديد ليس ثمة أي إمكانية للإخوان، ونحترمهم جميعا بالمناسبة أستاذ. أنا عندي بكل المترشحين مشكورين لأنهم يعني كل منهم حاول أن يقدم خدمة للجزائر بهذا الترشح، حاول أن يقلل بطريقته الخاصة من حدة العزوف الانتخابي الذي نعانيه، حاول بطريقته الخاصة أن يساهم في رفع نسبة المشاركة في هذا الانتخاب وهو عمل مواطنتي، لكن هذه هي القواعد اللعبة الديمقراطية وهذه قواعد الانتخابات مثل ما ذكرتي لا مجال. نعم، فلا مجال لا لهؤلاء وهؤلاء الذين رفضت طعونهم بأن يطعنوا أمام أي جهة أخرى. المحكمة الدستورية يعني قالت قولها، والمحكمة الدستورية فصلت فصل نهائيا وهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر دون غيرها. أكيد. ولا يمكن أن نتحدث لا عن القضاء العادي كالمحكمة العليا مثلا كما قد يتصور البعض، ولا عن القضاء الإداري كمجلس الدولة مثلا كما يعتقد البعض، لا علاقة للمحكمة العليا ولا مجلس الدولة لهذا الأمر بالذات. نفهم من ذلك أن المحكمة الدستورية فصلت في الأمر وانتهى وطوي الأمر. نتمنى التوفيق لهؤلاء الإخوان الذين رفضت طعونهم، ومرة أخرى إن شاء الله المستقبل بعد 5 سنوات. قلت ونتمنى التوفيق والنجاح أيضا للمترشحين الذين قبلت ترشيحاتهم ملفاتهم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتم تأكيد ذلك على مستوى المحكمة الدستورية باعتماد القائمة النهائية
لهؤلاء المترشحين. نعم. توفيقهم لما نتمنى لهم التوفيق، نحن نتمنى التوفيق طبعا للجزائر ككل. نجاح أي منهم لرئاسة الجزائر ويمثل الجزائر ويجسد وحدة الدولة ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وما أكثرها في كل ميادين المجالات هو نجاح للجزائر، خاصة طبعا إذا كان من النوع الذي كنا نشير إليه قبل قليل، يعني توفر فيه المقاييس والمعايير الموضوعية التي يرضى بها الشعب الجزائري، يكون صاحب برنامج والتي في كل في خدمة البلد بصفة عامة. نعم. نعم أستاذ أبو دهان، بعد انتهاء هذه المرحلة الأولى والتي فصل فيها رئيس المحكمة الدستورية بإعلانه عن قبول 3 ملفات التي أعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، ربما ما هي الخطوات المقبلة بعد هذه المرحلة؟ هذا أيضا سؤال دقيق ومهم. نعم. جدا وهادف أيضا. نعم، الآن في هذه اللحظات التي تفصلنا يعني من هنا إلى غاية 15 أو 16 أوت. نعم 15 أو 16 أوت الحالي. نعم. حالي أو القادم. نعم. القادم نحن. نعم. اليوم في يوم 31. نعم. المهم 15 أو 16 لا أدري، لأن الحملة الانتخابية كما تقول المادة 73 من القانون العضوي الناظم للانتخابات تبدأ ب 23 يوما قبل تاريخ إجراء الانتخاب. انتخابات. يعني أحسبي من 15 أو 16 إلى غاية 3 سبتمبر. نعم. وتبقى لنا تلك الأيام الثلاثة، يعني 4 و5 و6، وهي ما تعرف بأيام الصمت. نعم. أو الصمت الانتخابي على أي حال. نعم. في هذه الفترة. نعم في هذه الفترة. نعم. أستاذة أظن أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تجهز الآن نفسها وتستعد لإصدار مجموعة من القرارات لربما لسن بالتنسيق مع المترشحين أو ممثليهم، مع وسائل الإعلام، مع الأحزاب، ما يعرف بميثاق مهنة ميثاق أخلاقيات عفوا ميثاق أخلاقيات الانتخابات الرئاسية. نعم. وقد تعدل الميثاق السابق الذي سنته سنة 1999 ووافق عليه كل الأطياف السياسية ووسائل الإعلام والمترشحين أنفسهم وما ذلك. أظن أنها ستعدل الميثاق، يعني بدل من أن تسن قانون ميثاق جديد تماما. قلت أيضا ستنسق مع السلطة السمعي والبصري ليس السلطة السمعي البصري وحدها، وإنما مع المصالح الأخرى التابعة لوزارة الدفاع الوطني، التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. نعم. مصالح الأمن، مصالح الدرك. متى تنطلق الحملة الانتخابية؟ أنا قلت 15 أو 16 أوت. نعم. يعني نعم. أنا حسبتها قلت بلك 15 أوت وتنتهي يوم 3 سبتمبر. نعم. وتبقى لنا 3 أيام بالحديث عن الصمت لكن قبل هذا أستاذ. نعم. إذا سمحتي. نعم. نعم في عجالة فقط للحديث عن الحملة الانتخابية. يحكم أول الحملة الانتخابية يحكمها الباب الثالث من الأمر 21-01. نعم. المتعلق بنظام الانتخابات المعد المتمم، لا سيما في مواده من 73 فما فوق. الحملة الانتخابية لا يمكن أن تبدأ قبل الأجال المحددة قانونا. نعم. وقد ذكرت لك الأجال المحددة. ولا يمكن أن تستمر خارج الأجال المحددة كذلك. في الحملة الانتخابية هناك ضوابط، هناك إجراءات، هناك تدابير، هناك شروط، وهناك مسائل كثيرة قانونية وبعضها تنظيم. في حال ما تجاوزت الحملة الانتخابية 3 أيام يعني الصمت الانتخابي، ربما هل هذا يخل بالعملية وكيف تكون عواقب ذلك؟ يخل وستكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمرصاد لكل من يتجاوز هذه المراحل. قلنا ونكرر بأن الآجال القانونية من النظام العام لا يمكن مخالفتها، حدد. نعم. المشرع هذه الآجال لا يمكن أن نتجاوزها، ولكن بالنسبة لوسائل الإعلام أمر آخر، لا سيما إذا تعلق الأمر بعملية التحسيس والتوعية ومن أجل أن يكون الإقدام. نعم. على صناديق الاقتراع أكثر. نعم. بشكل أفضل وأن تكون نسبة المشاركة هذا محب. نعم. هذا أكثر من ضروري وأكثر من واجب، فلا بأس أن تبدأ وسائل الإعلام، وأنتم الآن أنتم في القنوات تاعكم. نعم. تاعكم. نعم. محترمة وقنوات أخرى تقومون بهذا العمل التحسيس
التحسيسي والتوعوي من أجل أن تكون هناك مشاركة سياسية كبيرة في الانتخابات القادمة. نعم. لأننا نحتاج إلى مثل هذه التوعية، وبالتالي أنتم في هذا الشأن بالذات لستم مطالبين بالخضوع للأجال التي ستبدأ، جال الحملة الانتخابية التي ستبدأ يوم 15 أو 16 أبدا. نعم. من الآن وأنتم تقومون بهذا وليس هناك ما يمنع. نعم. على الإطلاق. نعم أستاذ بودهان، في دقيقة فقط، في دقيقة، ما معنى الصمت الانتخابي؟ يشار لي أنه الوقت انتهى. نعم الصمت الانتخابي فيه مدة ذكرتها. نعم. ثلاثة أيام، أربعة. نعم. خمسة ثلاثة. ستة. نعم. لا يجوز لأي مترشح مهما كانت طبيعته أو صفته أو شخصيته أن يقوم بحملات تحسيس والتوعية لصالحه. نعم. كمترشح، وهنا معناها يمتنع ويتوقف كل مترشح عن أي نشاط، عن أي عمل من شأنه إيحاء أو إيهام الآخرين أو شيء من القبيل بأنه في حملة لصالحه من أجل تجنيد الناخبين. نعم. لفائدته، هذا ممنوع ومنع مطلقا. ولكن أقول مرة أخرى بأن وسائل الإعلام وكل من يريد أن تكون مشاركة كثيفة. نعم. ومشاركة سياسية، مشاركة في الانتخابات، هذا لا يعد من قبيل الصمت الانتخابي ولا ينطبق. نعم. عليه. فالتوعية والتحسيس بأهمية الانتخابات وضرورة مشاركة الجميع في هذه الانتخابات هذا أمر ليس بمحظور، بل أعتبره من أكبر واجب يجب أن ينبغي أن نقوم به جميعا. نعم. سواء كوسائل الإعلام أو كنخب أو كمترشحين أو غيرنا. نعم. ولكن هذه الأيام التي تسمى بأيام الصمت لا بد أن نحترم فيها القانون والمترشحين أكيد أولى الناس من يطالبون. نعم. بضرورة الكف عن القيام بالحملة الانتخابية أو متطلبات الحملة الانتخابية لصالحهم، هذا. نعم. ممنوع قانون. نعم. ونتمنى في النهاية نتمنى أن يوفقنا الله سبحانه عز وجل لاختيار الأكفأ الأصلح الأفيد لمجتمعنا لدولتنا بكل مكوناتها بكل أركانها. نعم. يعني بالشعب بالحكومة بالأفراد والمؤسسات بالبلاد والعباد. نعم. ونتمنى أن يختار البرنامج كذلك الذي تكون فيه فائدة للجميع المواطنين. نعم. ونحترم كل المترشحين، نحن على مسافة واحدة من كل هؤلاء المترشحين الثلاثة الذين. نعم. مرة أخرى نتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونجاحهم مرة أخرى كذلك أؤكد على هذا هو برنامج. نعم. هو نجاح للجزائر. نعم شكرا لك سيد بودهان على كل التفاصيل المقدمة، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام نذهب فاصل ونواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الملف الثاني في الجزء الأول من البرنامج، أين سنتطرق إلى قرار الحكومة الجزائرية بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فورية عقب إقدامه الأخيرة على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. إذن كانت اليوم ندوة صحفية لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أين أعطى بعض التفاصيل. ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا يحضر معي الخبير الاستراتيجي خبير التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية السيد محمد شريف ضروي. مرحبا بك سيدي. أهلا أستاذ الكريم وبسادة المشاهدين. أهلا بك وشكرا لتلبية هذه. شكرا. الدعوة. إذن تخفيض التمثيل الجزائري في فرنسا من خلال سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية في المعنى الدبلوماسي، ماذا يعني ذلك سيدي؟ أولا هو من العنوان الأساسي هو. نعم. العلاقة السياسية الدبلوماسية، لأن الجزائر أولا اتخذت رد الفعل المباشر على قدر رد الفعل كان قوي جدا على قدر القرار الفرنسي أيضا الذي خرج عن الأعراف الدولية والقوانين الدولية، لذلك الجزائر كانت صارمة في هذا الرد. من الناحية الدبلوماسية كما تفضلت، الجزائر تخفض التمثيل إلى مستوى أقل في انتظار كيف سيكون
أو إلى أي مدى يمكن أن يكون تخفيض، لأنه التخفيض يمكن أن يصل حتى إلى المستوى القنصلي، يعني تكون في خدمات قنصلية باعتبار الجالية المقيمة في الجزائرية المقيمة في فرنسا، ولكن لا نتوقع ذلك بطبيعة الحال على اعتبار أنه العلاقات الفرنسية علاقات الجزائرية الفرنسية علاقات تاريخية، وليس أيضا من السهل يعني الوصول إلى صدام كبير جدا بين الدولتين، ولا هذا ليس فقط من طرف الجزائر وحتى من طرف فرنسا، لأنه ما يحرك فرنسا والجزائر تدرك ذلك، فمهم جدا أن نتكلم من هذه الزاوية على أن الجزائر تدرك على أنه ما يسمى الدولة العميقة الفرنسية، الدولة الكولونيالية هي التي تخطط، هي التي تبرمج، هي التي تقرر مثل هذه القرارات التي من شأنها إحداث النزاع والصدام بين الدولتين. الجزائر على وعي كبير جدا بمثل هذه الأمور، هي تدرك على أنه حتى يعني حكومة ورئاسة الإليزي في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان أصبحت عبارة عن منفذ لهذه القرارات وهذه الاستراتيجيات، خاصة ما تعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين. نعم، لكن أستاذ ضروي، لماذا هذا الاعتراف الفرنسي في هذا الوقت بالذات؟ هو من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى المهمة بالنسبة الآن ل الدولة العميقة الفرنسية هو زيادة الشرخ والصدام مع الدولة الجزائرية، لأنه كان فيه الكثير من الحديث حول برمجة زيارة الرئيس القادم للدولة الجزائرية بعد الانتخابات سبتمبر، يعني شهر أكتوبر سوف تكون فيه زيارة لدولة فرنسا، يعني أي الرئيس الذي سوف يكون في بداية عهدته يحدث يعني من شأنه إحداث مقاربات جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، تنطلق العهدة للرئيس القادم مع شريك جد مهم للدولة الجزائرية وكواب على الطرفين، لأنه نحن نتحدث يوجد حتى أستاذ الفاضل من يقول على أنه الجزائر لا تهمها فرنسا، وفي الطرف الفرنسي من يقول ذلك، ولكن هنا نحن نتحدث عن أنه فرنسا لا يمكن أن تكون لها قوة داخل قارة إفريقيا في غياب شريك استراتيجي اسمه الجزائر، والجزائر أيضا تحتاج إلى شريك استراتيجي مبني في علاقة ثنائية على القانون وعلى الندية وعلى الربحية المشتركة وغير ذلك من العناوين وأساسيات ومرتكزات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال فرنسا. لذلك مهم جدا أن نقول ما يحدث الآن هو فعل أو تخطيط مبرمج لزيادة مستويات الصدام كما قلت لك من طرف فرنسا الكولونيالية الاستعمارية مع الجزائر، لأنه كل ما يحدث فيه تقارب نشهد ذلك. لو نعود إلى الأحداث في السنوات الأخيرة، كل ما تكون فيه تقارب ولو بسيط بين الدولتين، بين حكومة الدولتين والقيادات السياسية، تحدث فيه صدمة، وكانت الصدمة دائما تأتي من فرنسا، لأنه الجزائر لديها رؤية واضحة، لديها أهداف محددة واستراتيجية واضحة، خاصة وأنه أصبحت الجزائر تتكلم في علاقاتها الدولية سواء ثنائية ومتعددة الأطراف أو تحت المنظمات الدولية تتكلم لغة بسيطة جدا، هي القانون الدولي والندية في الشراكة في كل المجالات لا أكثر ولا أقل. فرنسا أصبحت في السنوات الأخيرة تتخبط بشكل كبير سواء في مشاكلها الداخلية أو على المستوى الإقليمي المباشر حتى مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا فرنسا التي بدأت تفقد قوتها وحضورها المتموقع داخل الاتحاد الأوروبي قبل إفريقيا، و ذلك المسح تقريبا الشامل للنفوذ الفرنسي داخل قارة إفريقيا هو الذي جعل الآن فرنسا يمكن أن نقول ونعطي عنوان على أن فرنسا أصبحت تعيش تهور سياسي دبلوماسي حقيقي في الفترة الأخيرة. فرنسا السياسية أصبحت تفقد الآن البوصلة في إدارة شؤونها الدولية. لذلك مثل هذه في هذه النقطة أستاذ عفوا أعتذر منك، هل فرنسا الآن في وضعية قانونية تسمح لها بمثل هكذا قرارات؟ لو نأخذ من هذه الزاوية وشكرا على السؤال، سوف نجد على أن فرنسا قد خرجت مما يمكن أن نسميه الأخلاق السياسية، لأن فرنسا بحكم أولا مسؤوليتها التاريخية إلى جانب إسبانيا حول ما يحدث من استعمار مستمر من طرف نظام المخزن المغربي على أشقائنا في الصحراء الغربية، وأيضا وجودها كدولة فاعلة بعضوية دائمة على مقعد مجلس الأمن الدولي داخل الأمم المتحدة، هذا لا يعطيها بأي شكل من الأشكال إمكانية ولو بسيطة على أن تقرر مثل هذه القرارات أو شبيه لمثل هذا القرار،
لأنه هنا سوف تخرج من الأعراف الدولية والقوانين الدولية وتخرج من إطارها الأخلاقي السياسي في أداء دورها كدولة فاعلة عالميا. هذا سوف يعود على فرنسا. لو نتناول من هذه الزاوية فقط سوف نأخذ ساعات لنتكلم على أنه الأخلاق السياسية في فرنسا أصبحت تزول سواء في قراراتها الداخلية والخارجية. نعم يمكن خرجت عن منحاها صحيح بشكل رهيب جدا. نعطي مثال حتى في الداخل عندما تجد على أنه اليمين المتطرف وهذا شأنهم الخاص لا يهمنا، ولكن نحن نأخذ الرؤية التي يمكن من خلالها أن نعطي كيف تسير هذه الدولة. عندما تجد فرنسا التي تتغنى بالديمقراطية، اليمين المتطرف الذي أبان في الانتخابات في مرحلة سابقة حول إمكانية اكتساح حقيقي للبرلمان، يقرر الرئيس الفرنسي بإلغاء الانتخابات وإجراء انتخابات أخرى مسبقة. هذا قرار دستوري حقيقي، وهو من ناحية القانونية والدستورية لا غبار عليه كما يقال، ولكن من ناحية الأخلاق السياسية هذا نوع من أنواع الدكتاتورية الدستورية، استعمال صلاحيات دستورية للرئيس في إيقاف إرادة الشعب. لأنها كان الانتخابات نتائجها هي من نتاج الناخب الفرنسي، يقرر الرئيس عكس ذلك. يعني هنا فرنسا التي تتغنى بالديمقراطية أصبحت تبين على أنها تهيم في عالم لا سياسة لا أخلاقية، سواء ضد شعبها أو ضد حتى جيرانها وشركائها وغير ذلك، خارقة للأعراف الدولية من القوانين. أستاذ ضربي، ألا ترون أيضا أن التقديرات الفرنسية فيما يخص الرد فعل الجزائري قد أخطأت فيه هذه المرة؟ أكثر من ذلك، هي تخطئ دائما مع الجزائر، لأن الجزائر أستاذة كما قلت لك، الجزائر لديها الآن خاصة في السنوات الأخيرة لديها بوصلة محددة، اتجاه واحد في علاقاتها الدولية. كل علاقة للدولة الجزائرية تكون مبنية على المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ولكن كل هذا تحت مظلة أممية للمنتظم الدولي. ومن الناحية الثنائية الخاصة بالدولة الجزائرية وسيادة الدولة الجزائرية تتكلم لغة القانون والندية في الشراكة، لا أكثر ولا أقل، بدون كما يقول المواطن بدون فلسفة وبدون أي أمور أخرى. فرنسا الآن كل مرة تحاول بطريقة أو بأخرى أن تضر بمصالح الجزائر، ممكن هذا مثل هذه القرارات، ممكن نحن نعلمها، يعني سيادتك كإعلامية أو المجتمع أو الشعب الجزائري بشكل عام كخبير ككذا. بين الدول توجد صراعات كبيرة أستاذتي الكريمة، لا يتم الإعلان عنها في كل مرة أو في كل يوم. ما تحدثه فرنسا ضد الجزائر كثير وكثير جدا، خاصة السلبي منه، لأنه عندما تجد الجزائر الآن أصبحت لا يمكن لأي دولة عظمى أن تطبق استراتيجيتها أو تمارس نفوذها داخل قارة إفريقيا دون أن تمر على الجزائر، التي تصفي السلبي منه من الإيجابي منه من السلبي. فتجد على أنه فرنسا الآن أصبحت تريد تكسير الجزائر قبل أن تتكلم عن علاقة فرنسية جزائرية، تريد إعادة الجزائر عقود إلى الوراء حتى تكون الجزائر في موقع ضعف، ثم سوف تتحدث فرنسا هنا عن الشراكة من جديد. وهذا لا يمكن أن يكون، لأنه بدأنا نتحدث حقيقة عن خطوات إلى الأمام. لو نتحدث عن نجاحات الجزائر دوليا، فرنسا الآن أصبحت تعيش انتكاسات عندما تسمع وترى ما تمارسه الجزائر على المستوى الإقليمي العربي وخاصة الإفريقي وحتى داخل مجلس الأمن الدولي. عندما ترهق الجزائر الكبار، لأنه فقط لا أقول أن الجزائر تكسر الكبار حتى نكون صادقين، الجزائر ترهق الكبار لأنها فقط لا تملك حق الفيتو على أمثالهم. لو كان لدينا حق الفيتو مثلا لكانت الأمور سوف تكون كسر العظام على مقعد مجلس الأمن الدولي بما فيها فرنسا بمثل هذه القرارات. ولكن الظلم التاريخي الموجود في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة هو الذي اختزل إلى حد ما قوة الجزائر، التي أبانت عن فاعلية أكثر لم يكن يتصورها أي شخص في مثل هذه القضايا. نحن نتحدث عن فلسطين، نحن نتحدث الآن عن الصحراء الغربية، لا فرق بينهما لدى الدولة الجزائرية والسياسة الخارجية للدولة، لأنها فقط تقول نحن نتحدث عن عدالة دولية لكل شعوب العالم بما فيها فلسطين وبما فيها الصحراء الغربية. ومثل هذه القرارات الفرنسية هي لا تخدم فرنسا في حد ذاتها، هي تدمر من التموقع الدبلوماسي للدولة الفرنسية،
هي تشكك حلفاء الحلفاء الإقليميين للسياسة الخارجية الفرنسية. لذلك نعود دائما إلى نقطة على أنه اللوبيات الليبرالية، اللوبيات الصهيونية، اللوبيات المال والاقتصاد الموجودة في كواليس المجتمع والحكومة الفرنسية هي التي تخلق اللوبيات واللوبيات الصهيونية في باريس بتفصيل، لكن في الجزء الثاني يا سيد درمي. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب فاصل إشهاري ونواصل بقية النقاش. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال النقاش حول ملف الفرنسي والمخزني. سيد ضروبي، نتحدث عن المبررات أقول الرئيس الفرنسي من خلال محاولات التأكيد على أن الموقف هو مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلنة، قبله رد جزائري حازم ربما، وتأكيد أيضا من الرجل الأول في البلاد أن الموقف الفرنسي الجديد يتجاوز ذلك بكثير. ألا ترى أن فرنسا ذهبت بعيدا هذه المرة؟ نعم، نتفق في هذه النقطة أستاذتي الفاضلة. عندما تجد فرنسا التي تعتبر يعني هي كما تسمى مطبخ الإيديولوجيات العالمية، فرنسا في هذا الموقع أصبحت ضد الجزائر تبرر مثل هذه القرارات. من يبرر؟ هو رأي الرئيس ووزير الخارجية والحكومة. هو يعطيك دلالة قطعية بهذه التبريرات على أنه هذا القرار لم يكن قرار هو قرار الإليزي. لذلك لو كان قرار الإليزي لما خرجت فرنسا لتبرر، سواء للجزائر أو غير الجزائر، محترمنا للعلاقات أو غير ذلك، ولكن هنا هي تدرك على أنه يجب إلى حد ما امتصاص الغضب الجزائري وامتصاص تلك الصدمة التي أحدثتها هذا الأمر، لأنها تدرك على أنه هذا الأمر لن يتوقف فقط في الجزائر. الجزائر يمكن أن تكون تلك الدولة التي لا تهاب أي طرف عندما تتحدث عن القانون الدولي، فقط توجد دول أخرى تريد أن تكون خلف الجزائر بطريقة أو بأخرى. ففرنسا تريد التبرير حتى تخفف من انعكاسات المرتدة لهذا القرار التي سوف تتوسع بطبيعة الحال. من جهة أخرى أستاذ ضربي، الرئيس الفرنسي الذي تهوي شعبيته يوميا وهي الآن في الحضيض، هل يحاول ابتزاز الجزائر لأهداف معينة؟ نذهب من الزاوية الأخرى. هو يريد إرضاء اللوبيات الصهيونية الفاعلة في كل عملية انتخابية العام، الفاعلة في تسيير الشأن المالي والاقتصادي. هو يريد إرضاء الكيان الصهيوني فيما يخص توسيع مستوى الأزمات على العالم، حتى لا يتم التركيز فقط على الكيان الصهيوني وما يقوم به في فلسطين. لو نشهد زيادة، لو نقوم بدراسة بسيطة حول الاتفاقيات التي أبرمت بين فرنسا والكيان والمغرب نظام المخزن بعد إمضاء اتفاقيات التطبيع، سوف نشهدها في تزايد مستمر، لأنه هنا ندرك على أنه من يوجه فرنسا هي الكيان الصهيوني ورجال هذا الكيان. إذن اللوبي الصهيوني في باريس لديه يد في هذا القرار الفرنسي. عندما تتكلم أستاذتي الكريمة عن الجزائر قلتها منذ سنوات ولا أزول أكررها ومقتنع بها كرأيي الخاص، عندما تكون فيه الجزائر ويكون فيه أي أمر سلبي يجب أن نبحث خلف ثلاث، يجب نبحث خلف المغرب بكل صراحة، ونبحث خلف الكيان الإسرائيلي وأكثر من الجميع فرنسا. يمكن يقول لك المشاهد الكيان الإسرائيلي أقوى من فرنسا وغير ذلك، ولكن قوة فرنسا ضد الجزائر أو مصالح الجزائر أو مصالح الشعب الجزائري متأتية من العلاقة التاريخية وعرفانهم بخبايا المجتمع وتفكيره وعقلية الشعب الجزائري، وكل حتى خيرات البلاد يعرفونها ولديهم الكثير مما يخبئونه من خيراتنا يمكن نحن لحد الآن لم نصل لاستكشافه. لذلك هم يدركون هذه البلد وهذه الخيرات فيبحثون دائما عن تكسيرها حتى تكون فيه فقط بمصطلح بسيط التبعية المستدامة لهذه الدولة. أيضا فيه نقطة جد مهمة أستاذة كنت أشرت إليها ضمنيا في السؤال. يتكلم البعض على أنه الجزائر تحارب ضد المغرب لأنه
البوليزاريو بين الطرفين. يتكلم المغرب يقول على أنه أنا في مشكلة الصحراء الغربية، أنا مشكلتي مع الجزائر مشكلة ثنائية وليست مشكلة حتى متعددة الأطراف الإقليمية. يريد أن يبرر على أنه ما يحدث في هذا الإقليم، على أنه هذا بالمصطلح المغربي هي دولة، ما يحدث في هذه المنطقة هو من 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 عداوة مع الجزائر التي تبحث عن التموقع. ما يحدث الآن مع فرنسا ليس لديه علاقة مع المغرب، ما حدث مع إسبانيا ليس لديه علاقة مع المغرب، فلديه علاقة بين الجزائر والقضايا الدولية والقانون الدولي. عندما يكون فيه أي ابتزاز أو استعمار أو تعدي على شعب أو سيادة شعب وتكون فيه الأمور تتجاوز العلاقات الثنائية اللي تكون دولية، تتكلم الجزائر. نعم، الحكومة الفرنسية أستاذ ضربي بهذا القرار تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر أيضا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. تتنكر له من الناحية التاريخية، لأنها هي التي كانت تمارس الانتداب والاستعمار على هذه الدولة قبل إسبانيا، ثم سلمتها لإسبانيا وإسبانيا سلمتها للمغرب، الثورة، المسيرة الخضراء وغير ذلك من العناوين التاريخية. لديها مسؤولية قانونية مؤسساتية، لأنها تعطى، هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لا يمكنها أن تقرر مثل هذه القرارات. مثل هذا القرار هو تعدي على مصداقيتها كدولة موجودة على في الداخل أعلى مجلس مؤسساتي عالمي يدير، لأنه مجلس الأمن يدير نقطتين، السلم والأمن العالميين، لا ثالث لهما، فهي هنا تتعدى على أهم نقطة. أيضا تكرس مفهوم النزعة الاستعمارية بطريقة غير مباشرة من خلال نظام المخزن. أيضا ندرك على أنها تريد إمداد الأزمات الموجودة في إفريقيا، لأنه عندما تبقى هذا الصراع الموجود مع دولة الصحراء الغربية، هي فرنسا التي اختزلت من النيجر ومن مالي ومن تشاد، ودول أبانت في قرارات رسمية واضحة لا تشكيك فيها على أنها لا تريد حتى علاقات الإيجابية، حتى علاقات الفائدة، حتى علاقات الندية مع فرنسا. الناس أغلقوا باب فرنسا بشكل نهائي، لا نريد فرنسا مهما كانت الخيارات التي يمكن أن تأتي منها. قرارات نفذتها حكومات، ولكن بفكر تلك الشعوب التي خرجت تنادي بمسح وكنس فرنسا من تلك الأراضي. فرنسا الآن تريد بشكل غير مباشر أولا استمرارية مثل هذه الأزمات، وهي أزمة استعمارية، وأيضا تريد دائما التشويش على العلاقات بين الدول بما فيها الجزائر، بما فيها المغرب، بما فيها هذا النظام، هذا النظام الذي يبقى عدو الجزائر، ولكن الشعب الشعوب الشعب المغربي صديق للجزائر، هو يعرف على أنه تحت نظام ملكي، وأيضا هو ليس فقط نظام ملكي غاشم أو غاصب أو غير ذلك، هو نظام ملكي أيضا يعني تم يعني سرقته، لأنه الملك أصلا غير موجود. الملك كل قراراته أو كل ما يهمه هي قراراته الشخصية لحياة ذاتية، حياة أسرية بعيدة عن إدارة هذا الشعب، وهو يعني المتابعة لإعلامهم فقط الذي يبحث دائما عن توجيه الداخل المغربي نحو أزمات مفترضة ومشاكل مفترضة مع الجزائر، هو استراتيجية محددة حتى يتم إلهاء هذا الشعب عن ما يحدث من تكسير لمقومات هذا الشعب التنموية وغير ذلك، وأمور كثيرة على كل حال. فنريد فقط أن نعود إلى نقطة البوليزاريو وفرنسا. فرنسا أيضا أستاذتي الفاضلة تدرك تماما على أنها لا توجد دولة اسمها فرنسا الاقتصادية بدون الدول الإفريقية. هي تدعم الآن المغرب وتدعم الكيان الإسرائيلي حتى يتموقع بشكل أكبر داخل الاتحاد الإفريقي. الكل يحارب للدخول قارة الإفريقية لتجد فرنسا تخرج مذلولة من داخل الدول الإفريقية. هذا الآن أصبح يكرس حقيقة مفهوم الاقتصاد الفرنسي الذي بدأ في نزول كبير في السنوات الأخيرة في بشكل كبير بشكل كبير. لذلك فرنسا الآن نتوقع أيضا أن تحدث أكثر من ذلك، لأنه فرنسا الآن لم تعد لديها أي فاعلية اقتصادية داخل دول الاتحاد الأوروبي، ونحن نسير بالعالم نحو عالم مالي 100%، وليس اقتصادي فقط، مالي بالتدقيق، عالم مالي. ما سيسير العالم هو المال. نعم أستاذ ضربي، نعود إلى الندوة الصحفية التي عقدها اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف،
أشار في كلمته بطريقة غير مباشرة إلى مساومة فرنسية بخصوص الملف وجدت رفضا من الجزائر، لكن في حين من الجهة الأخرى قبولا من الطرف الآخر. الإشكال دائما عندما تتحدث عن المساومات، تتحدث عن الكواليس، تتحدث عن خيانة الشقيق، خيانة الجار، تتحدث عن الربحية الذاتية وقهر الجار وقهر القريب، سوف تجد المغرب سباق في نظام المخزن. نظام المخزن سباق في مثل هذه الأمور لأنه ليس لديه البديل، هذا من جهة. من جهة أخرى هو نظام متعود على مثل هذه الأمور، خيانات متعود عليها تاريخيا. الجزائر خانها المغرب، يكفي فقط لهذا الجيل، نحن لن نعود به 200 سنة إلى يوغرطة، إلى كيف سلمت ملوك الجزائر وقتها إلى يعني إلى يعني إمبراطوريات الأوروبية من خلال خيانة الملوك المغاربة. نعود فقط إلى 63 عندما خان المغرب الجزائر التي لا تزال يعني تداوي جراح مجاهديها، لا تزال تبكي شهدائها سواء أطفالا أم رجال. فرنسا المغرب خاننا بعد يعني أشهر معدودة من خروج المستعمر والمستثمر الفرنسي. من جهة أخرى الجزائر الآن لم تعد أي دولة تستطيع أن تفرض على الجزائر أي شيء، لذلك نحن نسمع كلمة لرئيس الجمهورية بسيطة جدا، وكان يعني يضرب حتى الطاولة أكثر من مرة، يقول نحن لن نعود للمديونية، نحن لن نذهب، لأنه فيه مخططات بسيطة جدا في الجانب الاقتصادي تريد إرغام الجزائر إلى العودة إلى الاستدانة الخارجية بطريقة أو بأخرى، لأنه ذلك سوف يكون مفتاح لزلزلة حياة الشعب. ممكن يقول لكم مواطن أنا لدي نقائص كذا ونقائص كذا، لو ذهبنا إلى الاستدانة بعد جائحة كورونا وقرر الرئيس والحكومة، كنا الآن نعيش أزمات لا يعني يمكن أن يتحملها أو يتصورها أحد. مثل هذه القرارات عندما نتكلم عن الاستدانة الخارجية هي متأتية من متطلبات وأهداف، نحن ندرك إلى أين سوف نذهب، لذلك ندرك على أنه مثل هذه القرارات في الاستدانة التي وصل مثلا المغرب الآن الذي يخون الجزائر دائما وصل إلى أكثر من 43 مليار دولار، يعني كوارث حقيقية تحدث. نحن الآن نعيش، ممكن لدينا مداخيل، أصبحنا مداخيل اقتصادية كذا كذا حتى لا نخرج عن الموضوع، ولكن كلها مداخيل جزائرية 100%. إن كانت قليلة فهي تكفينا، لأنه مداخلنا المالية القليلة هي ضخامة، هي سيادة كاملة للدولة الجزائرية وللشعب. لذلك مهم جدا أن ندرك على أنه نتطور بخطوات بسيطة ولكن ثابتة وصلبة أحسن من أن نفكر في خطوات أكبر مع استدانة خارجية وتضيع منا سيادتنا وتضيع منا حرمتنا، خاصة وأنه أبسط شاب جزائري يرفض أن تتحدث عن أنه الجزائر تابعة أو الجزائر تؤمر أو الجزائر تسير في فلك أي دولة حتى ولو كانت عربية ولو إسلامية أو سمي ما شئت. أستاذ الضربي، نطوي هذا الملف لنذهب إلى الملف الثالث في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. نتحدث عن تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة صهيونية بالعاصمة الإيرانية طهران. ربما كسؤال سيد ضروي، ما هي دلالات اختيار الاحتلال الصهيوني لإيران لتنفيذ عمليات الاغتيال؟ السيء والجميل في هذه الدلالات في اغتيال كما تمنى هو صاحب الأمر ارتقى إلى عند ربه شهيدا. هو قال أنه نعزي شهيد القدس كان يبكي. يبكي، نعزي أكيد ونعزي أنفسنا. كان يبكي عندما يعني قام بدفن ابن حازم وأمير ومحمد ثلاث أبناء من أولاده، يعني هذا الرجل فقد قبل أن يستشهد وفقد من جل أفراد أكثر من 90 من أفراده، يعني أبناءه وأحفاده وغير ذلك، كان يتمنى أن يلحقهم، كان يتمنى أن يكون قبله، فرزقه الله هذا. فالدلالة الأجمل التي تعجب في هذا الأمر دلالة حزينة ولكنها دلالة ضد الخائنين والمطبعين الذين حتى وصلوا إلى التشكيك في هذا الرجل وقالوا على أنه ينام في القصور والفنادق خمس نجوم حتى يوسخوا سمعة الرجل لدى شعوبهم قبل الشعب الفلسطيني الذي يدرك مثل هذه الأمور.
فكانت عملية هذه يعني استشهاد بهذه الطريقة في مكان عادي جدا في شقة عادية كان أحسن رسالة أعجبتني كشخص لكل هذه الأنظمة الخائنة التي كرست إعلامها لمساس بسمعة مثل هؤلاء الأبطال، أبطال الأمة وأبطال الإسلام وأبطال العرب رغما عن الجميع. الدلالة الثانية، لماذا في هذا التوقيت بالذات تتم العملية؟ الآن حكومة الحرب بما فيها نتنياهو هذا هو يدرك على أنه وصل إلى الزاوية، يا إما توقف هذه الحرب ويعترف بالهزيمة وتكون فيها الأمور عملية تبادل الأسرى بشكل آلي، خاصة ونحن المسلمين لا نستشفي ولا ننتقم من الأسرى، سوف نعيدهم بشكل عادي مقابل أن نأخذ أسرانا، وهذا شيء طبيعي. فمهم جدا أن ندرك على أنه هذا القرار في هذا الوقت هو فك رباط الإعدام حول رقبة حكومة نتنياهو ونتنياهو كشخص. الدلالة الثالثة والمهمة، هي دلالات كثيرة ولكن فقط ثلاث دلالات، الدلالة الثالثة المهمة هي لماذا في إيران الكيان الإسرائيلي يبحث بكل الطرق إلى اجتذاب أمريكا لدخول هذه الحرب عسكريا وليس من خلال الدعم والإمداد سواء مالي أو عسكري وغير ذلك. يريد المارينز، يريد الناتو، الحلف الناتو موجود على الأرض يسحق ويدمر بكل وحشية، هذا شيء طبيعي لديهم لهذا الشعب، الشعب الفلسطيني. لذلك هذه الفرصة جد مواتية، لأنه الآن أدرك العالم على أنه بايدن أصبح الرئيس العجوز، لا يستطيع أن يقرر، الرجل يبحث عن النوم أكثر منه أنه يبحث عن إدارة شؤون البلاد، وضعيته الصحية لم تعد تسمع. لذلك أمريكا تعيش على مستوى البيت الأبيض مرحلة مؤقتة، لا نقول فراغ سياسي، هذه دولة عظمى على كل حال، لا نقول فراغ سياسي ولكن تعيش مرحلة مؤقتة. النائبة الرئيس هي التي تدير تقريبا شؤون العامة مع الكونغرس بطبيعة الحال وغير ذلك، ولكن هذه المرحلة التي نسميها مرحلة مؤقتة هي فرصة مواتية للضغط على الكونغرس وعلى البيت الأبيض من طرف حكومة الحرب الإسرائيلية لإدخالها إلى الحرب، فرصة جد مواتية، جد مواتية. ولكن على النقيض من ذلك أيضا توجد نقطة مهمة، هو أنه هذه العملية سوف تهيج شعب هذا الكيان بشكل رهيب جدا، لأنه سوف يعيد الآن إعادة يعني إعادة هيكلة الحرب من الطرفين بطبيعة الحال بشكل جذري وأساسي، سوف تنطلق من جديد، لأنه هو يريد اختزالها في استشهاد واغتيال حسن هنية، ولكن القيادات العسكرية والسياسية سوف تتكيف مع الوضع في ساعات معدودة كما عودتنا رجولتهم وكرامتهم وشهامتهم، وتعود بأكثر قوة وأكثر جاهزية للرد. مستوى الرد وسقف الرد سوف تحدده المقاومة التي أرهبت هذا البيت. قبل الحديث سيد ضربي عن الرد، المنطقة كانت تحت ضغط رهيب وشديد منذ 7 سبتمبر، وفي ظرف أقل من 24 ساعة الكيان يضرب العاصمة اللبنانية بيروت ويغتال إسماعيل هانية في طهران، هل من رسالة ربما يريد توجيهها هذا الكيان المارق، وهل من مصلحة الكيان وداعميها نشوب حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط؟ عندما ندرك العنوان الأساسي لهذه الحرب هو الهزيمة النهاية، وهذا للطرفين مهم جدا، هذا للطرفين ليس فقط للكيان الإسرائيلي، نتكلم بواقعية من إذا قمنا بتحليل معمق استراتيجي سوف نجد هذه الحرب بالذات بين المقاومة الفلسطينية الشريفة والكيان الإسرائيلي هي تحت عنوان واحد، هزيمة النهاية، من يهزم ينتهي. أنقول لك من يهزم ينتهي، إن هزمت المقاومة ولم تكن فيه دعم الآن ينطلق بشكل أكبر وتصحى الشعوب وتصحى حكوماتها قبلها، إنه هذه الهزيمة سوف تكون نهاية للقضية الفلسطينية. من جهة أخرى، ما أحدثته المقاومة من هزائم لهذا الكيان في كل المجالات سواء عسكريا وأمنيا استخباراتيا وحتى اقتصاديا، مرهق عسكريا اقتصاديا، ديون أصبحت تزداد، إعلام لم يعد يعرف كيف يعني يجند الرأي العام،
الأمور العلاقة الشعبية المؤسساتية في انهيار وانعدام ثقة كبير وغير ذلك من الأمور، نقول على أنه هي بداية هزيمة النهاية لهذا الكيان. نعم. ولكن ما حدث اليوم في هذه الاغتيال هو تلك الزاوية التي ستلتف منها هذه الحرب من جهة المقاومة والعدوان من جهة الكيان الإسرائيلي، زاوية مهمة ومحورية في المرحلة القادمة. نعم. لذلك سوف تكون الآن على عاتق الحكومات العربية والإسلامية بشكل نعم. عام، حتى لا نجلد فقط العرب، على أن تتحرك، لأن الدول الغربية تدرك أنه مثل هذه العملية هي تهور سياسي من الطرف الكيان الإسرائيلي، ولكنها مجبرة نعم. على أن تسير في هذا المنحى وهذا المسار رغما عنها. نعم. عندما تجد وزير الدفاع الأمريكي يصرح ويقول أنا كشخص قد استقبلت هذا الخبر على وسائل نعم. الإعلام مثل باقي المواطنين نعم. تعرف على أن الكيان الإسرائيلي خرج من تحت جناح أمريكا وأصبح يفرض على أمريكا ما يراه هو نعم. وبشكل أدق الحكومة الحرب، وبشكل ملخص ودقيق نتنياهو الآن يسير إلى ديكتاتورية ووحشية رغما عن كل العالم بما فيها أمريكا نعم. لأنه يدرك على أنه انتهى سياسيا وحياتيا. مجرد انتهاء الحرب نتنياهو موجود في السجن، موجود تحت القضاء، موجود تحت متابعات وغير ذلك مع شخصيات أخرى. لذلك هو ليس كشخص ليس لديه ما يخسره نعم. فقط الفائدة من عملية الاغتيال التي ترتد إلى المقاومة في حد نعم. ذاتها، رحم الله شهيدنا على كل نعم. حال، هو أنه الثقة الآن سوف تهتز أكثر، ومستوى الصدام مع الشعب والإعلام والأحزاب الرافضة لهذا العدوان سوف تشتد بشكل رهيب في الداخل الإسرائيلي نعم. لماذا؟ لأنهم يدركون على أنه هذا عملية الاغتيال سوف تكون بشكل بسيط ذات تأثير كبير جدا على دفن كل محاولات استرداد أو تبادل الأسرى أو أي عنوان آخر نعم. لذلك سوف يزيد الشعب خاصة أهل هؤلاء سوف يزيدون في الصدام والتحدي ضد هذه الحكومة الغاشمة. أستاذ نعم. الضروي، من خلال حديثك هل نفهم أنه الكيان الصهيوني من خلال اتخاذه لهذه العملية، عملية اغتيال القائد إسماعيل هنية، لم تتلقى ربما الضوء الأخضر من حلفائها؟ والله أستاذ أقول لك أنه مستحيل أنه أمريكا تسمح بمثل هذا الأمر، لأنها تعلم وزن الرجل نعم. أمريكا حتى عندما قامت هي في حد ذاتها، نعود إلى تاريخ أمريكا، أمريكا عندما دخلت إلى دول مثل العراق أو أفغانستان كانت تقتل شعوب، تقتل الجيوش وغير ذلك، هذا شيء طبيعي، ولكن عندما تتحدث عن رئيس بلد أو الوزير أو الأعيان والشيوخ لا تقترب أمريكا من ذلك، لأنها تعرف أنه الفكر للدول للشعوب نعم. مهم جدا دراسته قبل التقدم نحوها، لأنه ممكن تقول نحن مثلا اعتدينا على الأطفال وكذا وكذا، ولكن تعلم هي تأثير الشخصيات الفاعلة، لأنه هنية لم يكن فقط رحمه الله لم يكن شخصية فاعلة، هو كان أيضا شخصية وازنة عالميا للقضية نعم. الفلسطينية، كان معروف على أنه أكيد هو مدافع شرس قوي جدا صامد وصلب للقضية الفلسطينية، ولكن الرجل كان يتكلم بحكمة، لم يكن متهور، لم يكن يتكلم بتلك الرجولة الزائفة التي تصنع يريد من خلالها صنع تاريخ لنفسه أو مجد لنفسه. الرجل كان صلب في الدفاع عن القدس الشريف، ولكن كان يتكلم بحكمة وبرزانة وبعلم وبروية، ويعرف ماذا يفعل وإلى أين يريد الوصول، وأكثر من ذلك كيف سيصل إلى نعم. مبتغاه، لأنه الرجل تربى في تدرج عظيم جدا، نضال متوازن بشكل ارتقائي نعم. فلديه كل المقومات التي تجعله إلى جانب رجل فاعل رجل وازن نعم. ما تهم في هذا الاتزان الموجود لدى الرجل هو ما يهم أمريكا وما يهم الكونغرس الأمريكي وما يهم معاهد الدراسات الاستراتيجية، معاهد الفكر الاستراتيجي هي التي تحدد وزن مثل هؤلاء، لذلك يحافظون عليهم رغم أنهم أعدائهم، ولكن يحافظون عليهم، لا يحافظ عليه محبة فيه، ولكن يدرك على أنه تلك الحكمة في أوقات الأزمات تنفع إلى حد ما، لأنك عندما تجلس على طاولة الحوار لتبادل الأسرى
لا يمكن أن تتحدث مع ذلك العسكري، ممكن إلى حد ما، ونحن لا نختز الدور العسكري، ولكن عندما تجد الحكمة في الطرف الآخر الذي يريد أن يستفيد بقدر، لن يفيدك، هو لن يبحث عن فائدتك، ولكن بقدر أنه يبحث عن يعني توقيف شلال الدماء، توقيف تقتيل الأطفال والأبرياء. نعم. هذه العقلية هي العقليات الوازنة. نعم. التي الآن خسرناها بطبيعة الحال، سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى على مستوى الإنسانية الدولية والعقل الدولي الراجح والرزين. نعم، في هذه النقطة دائما أستاذ ضروي، فيما يخص التوقيف التقتيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ربما كيف ستؤثر هذه العملية، عملية اغتيال إسماعيل هنية، على المفاوض، على مسار المفاوضات في إيقاف العدوان الصهيوني على غزة؟ من طرف المقاومة، نعم، التفصيل يمكن أن يكون رباعي الارتكازات. المرتكز الأول وما يهمنا نحن هو المقاومة في حد ذاتها. نعم. المقاومة الآن سوف تكون أكثر تصلبا وتشددا، وسوف تعود إلى التحضير حتى تعود بشكل آخر، بشكل أقوى، حتى تقوم بالرد. نعم. على عملية الاغتيال، لأنها ضربت في مرتكز، ضربت كما يقول العرب في مقتل. لذلك مهم جدا أن ننتظر كيف ستكون قوة الصلابة للرد المقاومة التي على مدة 10 أشهر قد يعني حيرت مراكز الفكر العسكري والإدارات العسكرية للجيوش النظامية. هذه المقاومة أبدت يعني تفكير ويعني تكتيكات وعمليات يعني ممكن تفشل فيها بعض جيوش العالم النظامية. أيضا من جهة أخرى حتى نختصر، من الطرف الأمريكي الآن أمريكا أصبحت ليس لديها أي تأثير فيما يحدث في الأرض. نعم. لذلك أمريكا الآن هي في حد ذاتها تعيش مفاجآت متأتية من الكيان الصهيوني. نعم. لذلك أمريكا لن تستطيع أن تقرر أي قرار، فقط سوف تبحث عن تهدئة الوضع حتى تعرف ماذا يحدث، ليس ماذا ستقرر، ماذا يحدث. نعم. على الأرض. الطرف الثالث هو الشعب، هذا الكيان، شعب هذا الكيان سوف يصبح هنا بعد هذه العملية سوف يصبح ذو تأثير أقوى على العملية ككل، وضاغط فاعل وحقيقي على حكومة هذا الكيان، حتى ممكن إيقاف العدوان، لما لا. المهم سوف يكون هذا الشعب، رغم أنه شعب يهودي، رغم أنه كذا، ولكن سوف نتكلم بإنسانية. هو يبحث عن أبنائه ليستعيد أبنائه، ويعرف أن المقابل لاستعادة أبنائه هو أن ينتهي هذا العدوان كشكل من أشكال المقايضة. لذلك سوف يضغط في هذا المنحة، ليس حبا في الفلسطينيين، ولكن حبا في نفسه وفي أبنائه الأسرة. هذا سوف يكون يعني محور مهم جدا، سيكون فاعل في الأيام القادمة. الأمر الآخر الرابع أستاذتي الفاضلة هو الدول المحيطة، دول الطوق بما فيها إيران. إيران الآن يجب أن تتصرف. إيران الآن اغتيلت شخصية سياسية دولية دبلوماسية. في هذه النقطة إذن بالحديث عن إيران، كيف سيكون رد إيران وأيضا رد المقاومة على هذا الفعل المشين؟ من ناحية المنطق، من ناحية المنطق، من المفروض أنه إيران التي تهدد وتقدم الوعيد والترهيب وغير ذلك للكيان، هذه هي الفرصة التي يمكن أن تتكلم فيها الآن لغة النار ولغة الرصاص مع هذا الكيان. ولكن كرأيي الخاص أنه لن يكون فيه أي رد إيراني إلا تنديدات دبلوماسية وبيانات إعلامية وسياسية وانتهى الأمر والسلام. أكثر من ذلك لن يكون، والأيام هي التي ستثبت إن كانت قناعتي في مكانها أم لا. لأنها تدرك إيران، وهذا شيء مهم، هذا من ناحية الحكمة، عندما لا عندما أتكلم هنا لا فقط أقول أنه هي سوف تتهاون، سوف تكون يعني عديمة الرد المناسب لمثل هذا العمل. في 50% من الحكمة التي تدركها صانعي السياسات في إيران، لأنه دخول إيران في مواجهة حقيقية مع الكيان الإسرائيلي هو المفتاح التي تبحث عنه حكومة نتنياهو لتفتح منه باب دخول أمريكا. لأنه سوف ترغم أمريكا، هل نتكلم بمنطق من الجانبين. لذلك نقول لك أنه في 50% فقط من الحكمة. نتكلمنا عن السيادة، نتكلمنا عن سيادة إيران وهيبة إيران وحرمة الأراضي والتراب الإيراني، وأنه هذا الرجل، هذا البطل، كان
ضيفا على أراضيها وقتل في بيتها فلا يمكن أن نتكلم عن الحكمة، ولكن هي سوف تختار هذه النقطة لتبتعد عن الدخول في صراع حقيقي سوف يفجر إيران بطبيعة الحال، لأنه سوف تتكلم عن الناتو ينزل، أمريكا تنزل، وإيران ليست في جاهزية حقيقية للدخول في مثل هذه الصراعات الدولية العسكرية. شكرا لك أستاذ ضربي على كل هذه التفاصيل المقدمة. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل لختام برنامج مع الحدث، متابعة طيبة لبقية البرامج، إلى اللقاء.